مثلا مرة كتبت أو ذكرت رواية من الروايات إن الأسماء هي صندوق البريد الذي تصل إليه أقدارنا، فبالتالي أفضل دائما أن يكون لأي رواية اسم خاص يوصل إليها أقدارها. إضافة لذلك أن كلمة أو رواية حبل سري، الروايات الخمسة الأخرى ليست ملتصقة بالحبل السري كما حدث في وشائج ماء. نحمد الله أننا قلبنا الصفحة، وإلا كان معرض الكتاب عادة في حالة شد وجذب مع المحتسبين. لا أذكر حضور لمعرض الكتاب إلا وأجد شيء من المضايقات. في إحدى اللقاءات قلت إن سبب الجلطة التي أصاب دماغية التي أصابتني كانت بفعل المحتسبين في معرض الرياض السابق، في إحدى معارض الرياض حينما اجتمعوا حولي لشد وجذب، أدت إلى حالة من حالات الصداع العنيف واستيقظت بهذه الجلطة.